تفضل اخونا ياسر اليماني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا حاج جمال؟ الله يبارك فيك ويحميك، رحمه الله على والديك. هذا الاخ اللي يتبرع اوبزرفر مراقب، الله يرحم والديك اخونا، بيض الله وجهك. تفضل اخونا ياسر. سمعني واضح يا حاج جمال؟ اي نعم اسمعك. سمعني واضح. سني ولا شيعي؟ لا لا سني والله الحمد. سني انت؟ سني. سمعني واضح. اي سني سني. طيب عندنا سؤال ممكن. انا اللي قلت لك اني مستوصف. اوضح شوي رسمه. تفضل. انا اللي قلت لك اني مستوصف لكن ليس لشيعة. كنت صوفي يعني ليس بصوفي حقيقة ولكن كنا على مذهب الصوفية ولله الحمد. على منهج أهل السلف. وحقيقة أنا كنت أتابعك يا حاج وعد من قرابة والله 3 أشهر إلى ما يقارب حقيقة. كنت أتابعك والله يعني. وأتابع الشيخ أحمد سلمان في هذه الحلقات التي عملها. وحقيقة والله مع احترامي الشديد هناك مغالطات حقيقة. سمعتونه يعني شيء كثير. سمعني؟ أي المغالطة الأولى. طيب إن شاء الله أوضح لك. الشيخ أحمد سلمان وضع هذه اللي اسمها إيش؟ حقائق وبينات على المناصب الحديث النبوي صح؟ هذه السلسلة التي وضعها. صحيح؟ نعم. هذه مو سلسلة وضعها. إي نعم نعم أنا ساكت حتى نعم أسمعك. والله سدى أسمعك يا أخوي. طيب المسألة. طيب إن شاء الله أكمل. فاسترسل بعدين تعلق علي. فالشيخ أحمد سلمان حقيقة أنا أتابعكم فترة وأشوفكم يعني عندكم شيء من المغالطة حقيقة. منها الشيخ أحمد سلمان يستدل بأقوال ضعيفة ويستدل بروايات ضعيفة ومنها الكثير يعني. عجبا والله أنكم تدعون الدين بهذه يعني. هذا اتهام. أنت المفروض تستدل بروايات ضعيفة. لا هذا اتهام. المفروض شوف. المفروض تقول استدل بالرواية الضعيفة كذا 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 وردها كذا كذا. أما يستدل بالضعيف هذا الله كلك شابعين من هذا السوالف. حجي صوته مو واضح. شنو الضعيف اللي اسمع الضعيف اللي استدل به أحمد سلمان وأنا استدلت به شنو الضعيف؟ وحدة وحدة نناقشها. تفضل. بس خليه يبعد التليفون شوي عن فمه حجي. شوي ابعد التليفون. ابعد التليفون عنك. فد 5 سنتيمات. شويه بعد. يلا الان تفضل. هاي تشبرويه وبدو. تفضل. انا ما نسيت يعني. لا انا بقول في الجدال كمان. لا انا بعد ما قعنا نفهم شيء. كلامك غير مفهوم اخي. انا ترجم لكم. انا الحين. ايه الحين واضح. فاتح مايكروفون. فاتح مايكروفون يعني تتكلم المايكروفون فاتح. لا الحين انت لو ترفع الميكروفون نزلت. الان جيد. الان احسن. قلت الحين واضح. اي الحين لا الحين واضح. طيب طيب من الروايات اللي تستلزم بها روايه منع التلبيه لابن عباس. روايه ضعيفه. روايه شنو؟ وروايه انا سمعت قول روايه سمعني الحين. لحظه انت تنتقل لروايه منع التلبيه. اي خلينا نناقش هاي الروايه. تقبل؟ تقبل نناقش؟ أقبل بس أنا أكتف. أكتف في روايات كثيرة إن شاء الله. أصبر. أصبر أصبر. أنت تقول ضعيفة. شنو رأيك بمن صحح الرواية؟ صحح أول العالم عندنا وعندكم يستدل له ولا يستدل به. وهذه يعني قاعدة مع احترامي أنتم تزيلونها في حلقاتكم. هدوء. الآن نفتح الرواية. الآن نفتح الرواية. نفتح الرواية ونقرأ. وأنت استدل بالقول وأنا استدل بالقول ونشوف الأمهات شو تجيب. اتفقنا؟ حجي هو الآن خصم نفسه قال لك قول العالم يستدل له. طيب أنت شلون استدلت بقول العالم؟ للضعف. يعني أنت لك حق تستدل بقول العالم والحاج واحد ما يقدر يستدل بقول العالم؟ لا لا أنا أسمع أسمع. طيب لو سمحت سمعني. لو استدلنا بنفس القاعدة اللي أنت أنت عليها فإذا الكافي عندك كله صحيح. لأن الكليني يقول بصحته. لا ما يقول بهذا. ما يقول بصحته. الكليني ما قال بصحة الكافي. ما يقول. قال في بداية كتابه أنه جمع الآثار الصحيحة. أتحداك أمام الناس أن تقرأ الكلام. أتحداك. طيب أبشر. يلا أنا راح أطلع الكافي أطلعها أنس. إيه.
بس لا تخليها على الشاشة، خلي بس اقرأ كامل أمام الجميع. لا اسمع اي تقرأ كامل أمام الجميع. اللهم صل على عندك. لا 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 ما ما لا 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 سوي اقرأ انت اقرأ خلينا هادين. انت قولي قلت لك اقرأ كامل. طيب طيب نصبر علي شوية طمع. وإذا طلعت غلطان أنت شو تسوي؟ أنا قلت لك الكوراني قال أنه جمع فيه الأثار صحيح أو لم يقول. بعدين هذا اللي قاعد عندنا وعندكم ساعات كثيرة أنتم غلطتموها. أصبر إذا طلعت العالم ما بنأتي عن استدلاله. أصبر إذا طلعت أنت العالم. شوف 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 إخواني يريد يقلب الموضوع. احنا مو قلنا نقطه نقطه، احنا قلنا نقطه نقطه. الان النقطه انه تقرا من الكافي، لا انا صح لو انت صح، ليش اللف والدوران؟ تفضل اقرا. طيب اصبر علي ثواني انا. يلا صابري طلع طلع انت مو مشكله عندك طلع اقرا انت اقرا. هذا قاعد عندنا عندكم العالم يستغل لون. الآن اتركنا من هاي بعدين نورطك بهاي. لا لا عندنا وعندك يا شيخ يا حج وعد. وانت تقبل في هذا الدولة وكثير عندكم مخطوة في التصحيح. ما يخالف مقدمة الكافي بدون هذا الكلام أرجوك. والله العظيم ما عندنا وقت نضيعه بلاش. عندنا أمور كثيرة تطرح ولم تطرح. اقرأ مقدمة الكافي وخلصنا. الله يبارك لك. طيب إذا عندك طلع أنا ما عندي الكتاب الحين أبحث عليه شوية. زين أنا أقرأ لك. زين والله أقرأ من عندك. خلص أنا بالأول يعني من أول أكو من أول تبدي تفضل من عندك. اسمع وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك منا لو قبلها تريد من عندك اللي تريد. أنا أريد كلمة الآثار الصحيح. زين وذكرت أن أمورا قد هو 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 يقول الآن أنا أقرأ من البداية. فإن شاء تممه وإن شاء سلبهم إياه وفيهم جرى قوله فمستقر ومستودع. ثم يقول وذكرت. هو محمد بن يعقوب الكليني يقول وذكرت صح؟ مين اللي ذكر؟ محمد بن يعقوب كلين. هو محمد بن يعقوب الكليني يقول ذكرته لو ذكرته. والله من عندك النص انا مو عندي النص الحين اقرا من عندك. لا الان انا اقرا لك في اللغه بابا باللغه العربيه الان يقول ما عندي وذكر. اصبر وذكرته بالضم وليس بالفتح. يلا طلع اي اي هي بالضم ولا بالفتح؟ والله عندك بالضم ولا بالفتح انا ما شايف الكتاب الحين. انا شنو قلت قبل شوي؟ ما سمعتك صح. وذكرته علاماتك. انا قلت ذكرت اخوان لو قلت ذكرته صح مو سالته مين اللي ذكر ذكرته. يلا مو مشكله. طيب مو مشكله. زين الان راح اقرا لك اياه بالصحيح. وذكرت ت أن أمورا قد أشكلت عليك. مين هذا اللي ذكر وأن أمورا قد أشكلت علي؟ من الذي نقل كلام الكليني؟ شخص ثاني. سمعني شخص ثاني صح؟ شخص ثاني. طيب وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها وأنك تعلم. هاي كله يخاطب من اللي طلبوا منه إخواني اللي طلب منا أن يصنف كتابا. هو ذولا ما يعرفون فكان مضطر أشرح لكم حتى أبين لكم. حاجة ذا جيت خليها على الشاشة موجودة بس كيف أي أحسن. لا لا مواردة أنا عندي غاية بعدين أخليها على الشاشة أبو كريم. أخواني هو الكليني أنا أتكلم لكم القصة مال المقدمة.
هو يقول بدأ بالمقدمة الحمد لله المحمود إلى آخره، ثم قال يفترض أن إنسانا طلب أن يؤلف له كتابا بالآثار الصحيحة إلى 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 آخر، فهو أجابه الجواب الآتي، شوفوا ماذا أجابه: وذكرت أنت أن أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه. هو يشرح لي يقول له هذا ظروفك، ممن تثق بعلمه فيها. وقلت أنت قلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وقلت هذا كل الكلام ينقله الآثار الصحيحة، أنه أنت أردت كتابا ينقل فيه وهذا بالآثار الصحيحة، ثم يقول له يخاطب هدوء لا تخاطئ. وقلت أنت يقول وقلت إنك تحب أن يكون عنك الصادقين، وقلت لو كان ذلك لرجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونتي وتوفيقي إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم. فاعلم يا أخي، الآن من اللي جواب كليمي بعد أن سرد بالآثار الصحيحة؟ قال أريد كتاب يكون بالآثار الصحيحة وبه علم. الآن جواب الكليمي، شوف هؤلاء الظلمة: فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا، وراح أخليكم النص الآن من الأخ أبو كريم، شوف أبو كريم وين أقرأ أنت خلي: فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا، لا الكلين ولا غيره، لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلا يقول لك ما في واحد يستطيع، إلا ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. مين العالم عليه السلام اللي قال اعرضوه على كتاب الله فخذوه وما خالف فردوه؟ مين هذا العالم عليه السلام؟ ألو مندك. ألو تمام شنو خلص ايه من هذا من العالم من العالم العالم انا قلت لك والله هدوء هدوء طيب اكمل لك. العالم العالم اللي الان الكلين يقول لا يسع احد الا العالم عليه السلام الذي قال اعرضوه على كتاب الله فما مين هذا اللي هو فقط اللي يسعه مين هذا هذا الإمام. لا شلون أنت تقول بالآثار الصحيحة؟ وين قال الكليني بالآثار الصحيحة؟ طيب أنا أتكلم عن قاعدة، القاعدة عندنا وعندكم بس ما لا أكمل. القاعدة عندنا. لا 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 قبل القاعدة اصبر اصبر اصبر. أنت الآن تفضلت قلت أن الكليني قال كتابي كله صحيح. قلت السيد ميثم.
والله فلما قلت لك أين قلت موجود في مقدمته قلت لك اقرأ ما قرأت الآن أنا قرأت طيب. وأنا أنه الكليني قال كتابي كله صحيح طيب. حق لكم أن تفخروا يا شيعة ولا لا بس أقول لكم هذا الكلام عشديدك بس اسمعني الله يهدينا ويهديك اسمعني لا لا هو ما وافق القوم هم اللي بعدهم الجمله اللي طيب انا اي وقول وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم اخواني كل هاي قواعد وخذوا بالمجمع يا ياسر يا ياسر اللي اريد اقوله اخونا الكريم اللي اقول انتم مشكلتكم وين؟ مشكلتكم انه انتم مو محققين يعني كل موجود بالانترنت تقرا وكانه انت عالم انتم ما ترجعون الى المصادر خدعوكم والله يا اخي خدعوكم الان تعتذر بس الاعتذار مش شيء من الرجال هل تعتذر انك كذبت على الكليني؟ لا لا انا لم اكذب لكن اعتذر في نقل الخطا لم اكذب كذب هو والمتعمد طيب مس ليس كذب في مسامحك جميل انا مسامحيك يلا تفضل اسمعني طيب اسمعك يلا طيب العالم عندكم يستدل له ولا يستدل به في تصحيح الخطا صحيح الحديث أي. عندما تستدلون باحاديث وخاصه احاديث المستدرك وهي 70-60% من التصحيحات ضعيف على علم الحديث عندنا هذا معروف عند اهل السنه تصحيحات المستدرك كما يقول الحاكم على شرط الشيخين هذا من المستحيل يعني المستدرك هو فيه تشيع كما قيل ولكن العالم يستدل له ولا يستدل به فأنتم ذكرتم حديث التلبية وأن معاوية قد منع التلبية بغضا لعلي أو بني أمية معاوية على ما أدري فالحديث فيه ضعف كيف تستدلون به طيب أنا أتذكر أنه الألباني قال عنه صحيح يا حديث ماذا والله ماذا نسمع التلبية مال أنه ابن عباس خرج من فسطاطه فيقول ترك السنة بغضا بعلي بغضا بعلي إيه طلع لي شوف إخواني أنا من حفظي والله العظيم هذا الحديث صححه أظن الألباني لو حسين سليم أسد أو يا أخي غير مطلع لك الحديث سلام تطلع الحديث مين انا عارف الحديث اي انا الان مستعد انت اسمع 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 هدوء هدوء مستعد انت نفتح الحديث انا عندي قاعده مستعد تفتح الحديث والناقش على جميع الكتب مستعد تفتح الحديث ويا الله الذهبي وافق الحاكم الذهبي وافق الحاكم يا ابوي الذهبي قال صحيح حتى اسمع ايه طيب حتى لو صحاح الذهبي انا عندي السند عندي العالم يستدل له ولا يستدل به ما عدا البخاري ومسلم لا هاي القاعده لا تنطبق على الجرح والتعديل اخونا لا اخونا من الذي وضع حكم الجرح والتعديل عندكم العلماء اوقف لحظه هدود انت قلت كلام العالم اصبر لا تركك وحده أنا أفكك العبارات والله لا دوخت مبارك بعد اسمع في خالد بن مخلد اسمع أصبر السند بسجر السند بسجر السند ونبيلك بعضها أصبر السند ونبيلك بعضها نقطة ليش أجر السند طيب أجر السند قبل السند مو وضعت قاعدة قبل من أنا ما عندي مشكلة طيب بابا اعطيني مجال الله يرحم والديك وراح ألبسك إياها والله العظيم وخليك اليوم ما تنام بس اصبر علي الآن أنت وضعت قاعدة أنه كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به صح؟ نعم أحسن هذا الكلام من طبقه على علم الجرح والتعديل في الأسانيد تفضل كيف نطبقه يعني؟ من طبق هذه القاعدة على الجرح والتعديل على علماء الحديث اللي بيصنفوا اعطيني واحد من علماء الحديث ما عدا اعطيني واحد من العلماء تفضل هذا الدرر السنية قال اسناده جيد سفارين الحنبلي ايه يا حبيبي انا عندي قاعده انا عالم يستدل ولا يستدل هاي القاعده زين
منو قعدها على الأسانيد؟ منو قعدها؟ يعني إذن القاعدة كلها باطلة لأن العلماء وضعوها. أي العالم القاعدة ما وضعها رسول الله، أنتوا علماءكم وضع. إذن القاعدة كلها باطلة لأنه لأن قول عالم. خلاص انتهينا. أسمع العالم عندنا يستدل له ولا يستدل به. زين. خالد بن خلاص اسمع. أنا والله مشكلة تأخرت، كنت شلون أصيد. اسمع أنت قلت إنه في رجل ضعيف صح؟ خالد بن مخلد قلت ضعيف صح؟ ضعيف رواه البخاري، ولكن البخاري لا يحتج به لأن البخاري ينتقي ولو شروط صحيح. أصبر خالد بن مخلد القطواني ترجمته عند أحمد. أي أصبر أحمد الجرح يقدم قبل التعديل. خالد القطواني أصبر أحاديث مناكير وابن سعد في الطبقات قال إنه شيعي مفروض في التشيع، وعندنا الشيعي إذا ابتدع في بدعته لا يقبل حديثه. أصبر مستعد تناقش؟ كيف تستدلون؟ أنا سؤالي هو كيف تستدلون؟ الآن أقول لك كيف الرواية. شوف لحظة الجرح عندنا يقدم قبل التعديل. لحظة أخونا أوقف الله يجزيك عجيب. أوقف اسمع خالد ابن مخلد سألني. اسمع خالد ابن مخلد تقول أنه ضعيف، هنالك من قال أنه ثقة ولا لا؟ نعم البخاري يخرج له. ضعيف ولا لا؟ البخاري يخرج له من جروح في جرح أحمد قال له الحديث يعني اسمع مجروح ما يريد لا بابا اسمع هو هذا خالد بن مخلد لك بابا اسمعني خلا سيلك خالد بن مخلد هذا أخرج له البخاري ولا لا؟ أخرج له البخاري ولكن شروط البخاري سمع وانتقاء وليس أي شيء. أصبر البخاري لا يقبل بتفرق واحدة والله العظيم التتري شوي والله العظيم يريد يشوه هون بابا واحدة البخاري بس اسمعني أنا بسألك سؤال بسألك لا خلي لبسك يا البخاري اسمع البخاري خالد بن مخلد خرج له البخاري ولا لا أخرج له هدو خلاص البخاري روى له لك بابا اعطيني مجال اسمعني تعطيني مجال اصبر يلا البخاري اخرج له الحديث اللي اخرج له البخاري ضعيف ولا صحيح؟ صحيح شلون عبر القنطره بدجاجك صايره لو شلون اخواني ميثم الموسوي روى له البخاري فميثم الموسوي لوز حلو كلش حلو ميثم الموسوي روى له النسائي ميثم الموسوي كخه مو حلو يا ابو هو ميثم الموسوي نا حلو ليه سويت كخه بس خلطي شويه حديثين هو يحتج بخالد بن مخلد القطواني متنازل لك عنه وان كان من رواة البخاري وإن كان صححه الألباني وصححه الذهبي وصححه الأرناؤوط وتنازلنا لك عن خالد بن مخلد القطواني. شوف أخواني ابن أبي شيبة في المصنف ماكو خالد بن مخلد القطواني. قل حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن أعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذكر له إن معاوية نهى عن التلبية فجاء حتى أخذ بعمودي الفسطاط ثم لبى ثم قال أن أعلم إن عليا كان يلبي في هذا اليوم فأحب أن يخالفه. من اللي خالفه؟ معاوية بن أبي سفيان ينهى الناس عن التلبية. طيب بعد أحمد بن حنبل في مسند بسنة الصحيح يقول عنه الأرناؤوط حديث صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين. يقول حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب قال لا أدري سمعته من سعيد بن جبير أم نبئته عنه قال أتيت على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رمانا فقال أفطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه وقال لعن الله فلانا فلان هو معاوية لعن الله. شوف هاي بيها لعنة يعني تريحك هاي والله هاي مثل الماء البارد وتنزل على قلبك. لعن الله فلانا عمدوا إلى أعظم أيام الحج فمحوا زينته وإنما وما بخالد القطواني وما بخالد
وإنما لا ما في وإنما زينة الحج. حق لكم يا شيعة أن تفخروا بأخوتكم، شوفوا بالفلسفة بالتفسير بالله، والله نحن لها إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد. أتمنى أن رب العالمين يأخذ أمانته وإحنا تركنا تراث يستمر، وهذا إن شاء الله يستمر ببركة محمد وآل محمد. والآن إحنا شغالين، أنا إيش وقت أقول إنه نحفر بأرض النجف أيضا ونبدي نعلي الاستوديو في أرض النجف. إخواني أنا أترككم أخونا. بس ثانية واحدة ولو للزيادة للمعلومات، ابن تيمية في كتابه الاحتجاج بالقدر يصحح السند، يقول أتيت على ابن عباس قال لعن الله فلان، هذا الحديث اللي قرأنا قبل قليل المسند أحمد، لعن الله فلانا عمدوا إلى أعظم أيام الحج فما حاو زينته، وإنما زينة الحج التلبية. يحتج بها على ماذا؟ على مسألة لعن المعين. قلت وإسناده صحيح، ها فلعن المعين تأديبا له وزجرا لغيره إلى آخر كتاب الاحتجاج بالقدر تأليف ابن تيمية. لله يبارك أحسنت وجدت. بس 10 ثواني حجي، أنا أريد أسأله، هو من اللي ضعف الحديث؟ من اللي ضعف الحديث عندك أخونا؟ استاذ حبيبي الغالي خالد بن مخلد. لا لا منو هذا كلام؟ من هذا كلام؟ منو التضعيف؟ كلامك ولا كلام عالم؟ والله اسمع طيب، المبتدع اذا عمي انت 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 قلت كلام العالم يستدل له، الان انت هذا كلامك ولا كلام عالم؟ انت كلامك ما يسوى شيء لانك لست عالما ولا شيء، فاذا ايضا القاعده ما تنطبق عليك. يلا والسلام عليكم. الله يحفظكم اخواني.